السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفوز لا يعني أنك الأول، ولكن يعني أنك أفضل من قبل. يد الأهلي تتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الثانية على حساب غريمه التقليدي الزمالك. توج الأهلي البارحة 32-31 بالنيجر على غريمه التقليدي الزمالك، وفاز بالسوبر الأفريقي لليد. مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة. الأهلي يضع قدما في نهائي الأبطال بالفوز على الوفاق بالأربعة في الديار. أما خارج الديار فوضع الوداد قدما في نهائي الأبطال بالفوز على بترو بالثلاثة. ملعب المباراة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لكاف 16 صوتا لمركب محمد الخامس، ولكن بعد صعود الوداد والأهلي سيسقط كل هذا. الآن وعلى طائلة الاتحاد الأفريقي كاف مناقشة ملف المباراة. 99.9 دقار ستستضيف اللقاء. أما الزمالك في ظل انشغال الأهلي أفريقيا سيلعب محليا في 9 مساء أمام إنبي صاحب المرتبة 9. الزمالك 41 نقطة سيلعب غدا في مواجهة إنبي صاحب 20 نقطة في المركز 9 من أجل الابتعاد بالصدارة. الجماهير هنيئا لنا بعودتها من 2000 إلى 5. زادت الجماهير بعد أن كانت 2000 متفرج في المدرجات في الدوري المصري، أصبحت 5000 متفرج. الأهلي يفقد جهود السلية في مباراة الوفاق، يفقد من يفقد ويلعب من يلعب في الأهلي. الأهلي بمن حضر في نهائي الأبطال. مانشستر سيتي يقترب من الفوز بالدوري الإنجليزي بعد خماسية نيوكاسل وبعد تعثر ليفربول أمام توتنهام 1-1. الليفر يلعب غدا أمام أستون فيلا في 9 من أجل بصيص الآمال في الدوري ولا مجال للتفريط في أي نقاط. لاعب بروسيا دورتموند هالاند يقترب بشدة في الانتقالات الصيفية من مانشستر سيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.